geniale. هذا على الشارع العام الآن، هذا أكسران غبرة جامع خفاق قابوس الأكبر. هذه غرق بعض المركبات. أمطار غزيرة جدا حاليا وأودية قارفة ما شاء الله. هذا حاليا في منطقة روي مباشر من قلب الحدث. طبعا الأودية ما شاء الله فايضة كلها. غزيرة جدا حاليا وأودية قارفة ما شاء الله. هذا حاليا في منطقة روي مباشر من قلب الحدث. طبعا الأودية ما شاء الله فايضة كلها.